يعملوا، وان شاء الله معناتها المعرض هذا باش يكون معناتها مع انتعاش السياحه في تونس بعودتها ان شاء الله، وان شاء الله المؤشرات كل فيها اللي تبقى كل خير ان شاء الله السنه الموسم السياحي الجاي، سواء على مستوى السياحه الداخليه ولا مستوى السياحه الخارجيه، ان شاء الله باش تكون هذه حافز معناتها للانتعاش نتاع الصناعه التقليديه في تونس بصفه عامه. فما زاد قرارات السيد رئيس الحكومه كان في توزر لمده يومين، وخذا قرارات باهيه معناتها فيما يخص القطاع، معناتها اللي باش يكون عنده الاثر الطيب ان شاء الله على القطاع هذا والنهوض به، لكن يقعد ديما معناتها احنا التطوير نتاع القطاع هذا، ما نقعدوش ديما معناتها ديما نحسنوا فيه ونكونوا مواكبين معناتها العصر ونكونوا مواكبين الذوق نتاع اللي باش يشريوا البضاعات هذه، وهذا علاش هذاك باش رحنا. والمشكلة تو كيما يقولوا الخيان زاد راهي المشكلة ماهيش في الترويج، المشكلة معناتها في اليد العاملة ولا في الصناعات التقليدية، خاطر معناتها الكميات المطلوبة برشا من الخارج جاية وما فماش شكون اللي يصنع الكميات هذيك، باش نشوفوا تو كيفاش باش نرجعوا معناتها التكوين وباش نرجعوا كل شيء باش نرجعوا باش ينجموا الناس يرجعوا يخدموا في الصناعات التقليدية وترجع السوق التونسية معناتها هي اللي باش تمول الأسواق اللي برا. الاسواق الداخليه اللي عندنا ما تعرفش ما نعرفش عندي معارض ولا في تونس ولا في كل شيء، ولا تمرت التوانسه زاد تتنقل للجنوب. اليوم شوف برشا ناس جاوا من كروان، جاوا من كوزر، جاوا من سيدي بوزيد، جاوا من بلايص اخرى. عندنا برنامج ان شاء الله في بنيان قريه حرفيه قاعدين باش نشوف المكان نتاعها وين، اللي هي باش تساعد ان شاء الله فما معناتها برنامج نتاع بنيان نتاعها مازلنا نشوف في المكان نتاعها، وان شاء الله بالاليات الجديده اللي احنا عليها سيد رئيس الحكومه، وان شاء الله بتضافر الجهود الكوليكيه ان شاء الله باش يقع النهوض بالقطاع ديما مربوطه راهي تقعد بالسياحه الداخليه كما نعاودوا فوق والسياحه الخارجيه هذا والمعارض بصفه عامه. المعارض اللي هي معناتها تروج برشا المشاركه في المعارض والناس باش تعرف المنتوج هذا.